مونغا سور عاستيما مرحبا فيكم في الساعة الثانية من نوفيل جينيراسيون. ليديا العسلي هلو مرحبا بيك طارق، مرحبا بالعبيد اللي تسمع فينا الكل. ضياء الجندوبي اهلا وسهلا، مرحبا بالناس كله. وبالله نسيتش نقول جوايز انيفرسير ليديا. شديت بوحميد بوحميد نسيت. جوايز انيفرسير بعد 4 أيام. كوبانتيني ينجامو ويهضر معنا احمد العجيمي. بونسوار. حكيت على اني ذكرت قبيله بالتلقيح لان وبعد شويه تكون معنا الدكتوره ريم عبد الملك مختصه في الامراض الجرثوميه، تحكينا على خصائص التلقيح الجديد هذايا اللي باش يكون موجود النهار الاحد، نوع اللقاح هو موديرنا، تو نعرفوا اكثر الخصائص نتاعو. احمد العجيمي تفضل. حاضر. توندونس كنت نحضر فيها من البارح خصوص السما، سامحوني كان هكا ريتم طايح شويه في خصوص في توندونس. اي نحضر فيها كالعاده. حسيتك حتى انا ماكش معانا شويه، حسيتك هكا واي اوف اسمه كيبورد اوف ذا دريم اوف ذا دريم. تو تويت توندونس العجيمي يلا. اي اول فيديو في توندونس طارق ضربت على الاخر، ضربت هي عامله 500,000 في نهار. اي هي فيديو تيتر نتاع الفيديو اسمه هو علاش رافي جعايدي قيم الجوالات 5 تاع الصباح. هكا تيتر. اي وعلاش هو قيمهم 5 صباح؟ حليت الفيديو لقيتهم مازالوا ترنيهم، مازلت ما نعرفش علاش، مازال ما كناش معاه. هو بو يقولوا راهو انه السبور على فكره ليدي تنجم بتيتر تقول زاد انه السبور تاع 6 و 5 ونص و 6 يبدا البدن فريشك يكون خير شويه حتى للي ميوسكل كل مع توا سخانه كل هكا ابرد شويه دونك خير هكا. ولا عندك سوا سبور كسوا حتى القرايه، انا بيرسونيلمون نقرا الصباح بكري معناتها قبل ما نعدي الدفوه. والله سبور ليدي فكركم ليدي باك سبور. والله قد ما حكيها لي بابا ولا حبيت نطبقها ولا نصدقها. حكيت الحفظ الصباح انا نقوم الخمسة متاع الصباح باش نحضر دفوار نعدي 8. فما دام ما نقراش قبل بنهارين ولا ليلة صلى الله. وسبور بكري زي نتاع راضي عادي اللي 5 متاع الصباح. وسبور احنا عندنا نوسيون 6 متاع الصباح، انا بيرسونيلمون 6 متاع الصباح نبدا بريباراسيون فيزيك 7:30 نهبط في الماء. انا 6 متاع الصباح ندخل في الحلمة الرابعة. طارق على الفاز هذايا قبل كي نبداو نعديو اكزامان في حفاظة كيما تاريخ ولا جغرافيا ولا حاجة في الليل نبخل انا نقول باس كي باش نحفظ توا غدوه توا ننساه، خلينا نعمر صباح بكري نحفظ نقعد شاد وديريكت. يا اخي نعمر التليفون الخمسه نفيقش انا الخمسه نعملك الفازه المعروفه نزيد نقوم نزيد الخمسه ودرجين زعما هذوكم درجين ودرجين تقول شنو ودرجين شنو واربعه وتقعد تزيد بشويه بشويه فما السته السته ونص هذا هو اللي حبينا نحيي راضي جعايدي في الترجي قال هدفنا السبعه خلينا نكمل لك هدفنا الارتقاء بالنادي لمستوى احسن. قلقيت الجواريت اللي عندها ديسيبلين نتاع نوم لا نتاع ماكله لا نتاع تنظيم دونك يقولوا انه مش حاول نطلع شويه بالمستوى اللي في الترجي. الله اعلم راضي وافكاره الانجليزيه والامريكيه والخبره شويه اللي في بلجيكا تمشي شويه مع الترجي ولا يقوبة. لازم النظام برجولاي لازم النظام وباهي فكره خطره كيما كنت تحكي. انا حبيت نرجع البوان اللي هو ما لقاش حتى نظام يعني معناتها جواريات ديسيبلين معناتها حتى صحيت ما لقى حتى ديسيبلين جابش ينظمهم في الماكله في الوقت نتاع النوم في الوقت تاع الانترينمون معناتها ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله نستنيو برشا حاجات بها من السبيرت. المسؤوليه كبيره ومستعد نتحملها هذا كلام رافيج عادي. يلا رافيج عادي انا من مكتوب ما ريتوش. ها فما ديجا الذكر مكتوب فيديو اخر في توندونس بعد رافيج عادي قام جوج 5 تاع الصباح فيديو اخر بيست اوف رافيج عادي في مكتوب. يلقط عاود تحيرت فما التصفيق هذيك التصفيق هذيك وفاز جبل الخاتم ليه والارس كي هربت هي ومهدي بعد يسر سخفني على الاخر في عادي وقتها بالحق ما كنتش تعرف هو كوارجي من وقتها هو حط في قلبه ومشى لانجلتير كون هو كان رجع يريني في ترجي لي رافيش. عنا الدليل عبد العزيز هتموت من الضحك شنو؟ هبطوا لها لقطات يضحكوا لقطات وقت اسئله سمير غانم قالها ما لقيتش غيري. اوكي الله يرحمها دليل. جوني برشا مساجات على توندونس نتاع احمد قالوا لي راه فما برشا حاجات في التوندونس ما يقراش فيهم خاطرهم باللونجلي والفرنسي. ديما فما حاجات في التوندونس باللونجلي يقراهم لنا احمد. يلا احمد كمل لنا الفيديوهات وما اخذت لنا اللي باللونجلي. فما فيديو مؤلم طارق حرائق متزامنه في الجزائر والحكومه تتوعد ايادي اجراميه. الحكومة الجزائرية شكل الحرائق في الجزائر مفتعلة بفعل فاعل معناها. واضح. فيديو واحد اخر الجزائر ضحايا في حرائق الغابات اجتاحت 14 ولاية. 14 ولاية تحرقوا مرمين. على فكرة حتى في تونس رئيس مصلحة حماية الغابات قال انه معظم الحرائق بفعل فاعل والله هو ورسوله اعلم. يلا احمد. وفيديو اخر الدليل عبد العزيز وهي تبكي الموت بقى كتير قوي وصيتي لاولادي في العزاء. واضح اي الله يرحمها دليل عبد العزيز. فمش فيديوهات اخرين بالانجلي ولا بالفرنسي ولا بالعربي اش تحب؟ اي فيديوهات اخرين باه
بالفرنسي تابعوا الان وقائع المؤتمر الصحفي. اي وينو الفرنسي اللي يحكي الداخل بالفرنسي. اللي داخل في الفرنسي. اي حسيت طارق تفهمني. اي عاشق اغنيه الكتيبه ما تقدرش. مش نفهمك ننقذك. اي اغنيه الكتيبه ما تقدرش طلعت في توندونس 236000 باه هذا في توندونس هذا اللي موجود في التوندونس. باه فما حاجات باللونجلي وبالفرنسي يا طارق حبوا يقراوها. مروان بعد مجلس الشباب باش توريني انت شفما في التوندونس. واضح بنتي دخلنا للتوندونس. حاضر يلا توتسويت نتعداو المجلس الشباب. مجلس الشباب ان شاء الله نهار لحد 15 اوت الناس اللي بين 9 اوت 81 و 15 اوت 2003 يجيوا يلقحوا اللي قيدوا في منظومه ايفاكس. التلقيح هذا هو موديرنا باش تفسر لنا شنو الخصائص اللي فيه التلقيح هذا ما سمعناش به برشا. الدكتوره ريم عبد الملك مختصه في الامراض الجرثوميه. اهلا وسهلا دكتوره. السلام. مرحبا. مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله. الامور بخير الحمد لله. قبلك برشا نبدا بك. نبدا معاك العدد نتاع المرضى مقصر بركدي. نبدا معاك قبل ما ندخلوا في خصائص التلقيح الجديد. نهار الاحد اللي تعدى 8 اوت 551000 تونسي لقح. كيفاش انتوما عشتوا الرقم هذايا؟ الناس بدات تلقح بعدد كبير في تونس. انتوما الجنود البلوزه البيضاء كيفاش عشتوا الرقم هذايا في تونس؟ هو الحاجه اللي نحب نبدا نقول لكم عليها اليوم 551000 وثمانية اشخاص اللي لقحوا في لي سنتر اللي في لي كوليج وفي لي ليسي. اي في هذاك العدد نتاع العبيد اللي لقحوا في لي سنتر ريجيونال مش محسوب. معناتها وصلنا اكثر من 580000 فاكسان هرتها. الله واضح. وهي حاجه باهيه على الاخر. رقم عالمي الرقم. وصلنا كازيمون 5% من الشعب لقح. أي. ان شاء الله نحاولوا نعملوا من هنا الغادي هي التندونس باللي بداو يجيو لي فاكسان. وقال عليها الوزير المعوض قبل ما يجي في مرابط نحاولوا نكونوا ديما في جلسه كروزير نتاع 100000 كل يوم اللي هي مش تخلي ان شاء الله انه المناعه الجماعيه نوصلوا لها في اقرب فرصه نرجعوا نعيشوا عادي. الغايه دكتوره انه 100000 يلقحوا كل يوم. اي هذا هي الاوبجيكتيف قال عليه السي ترابلسي اللي هو الوزير اللي وزير الصحه وزير الصحه اللي قعد بحثنا مده يمكن 15 يوم. وهذا اوبجيكتيف نجموا نوصلوا له في البلاد من غير اي مشكل اذا نستعملوا الحاجات اللي متعودين نستعملوهم في البلاد من قبل اللي هما المستوصفات اللي هما لي سونتر تاع الوي اس بي لي بي ام اي مراكز التلقيح المدرسيه والجامعيه واللي هما موجودين على كامل المناطق الجمهوريه في القرى في كل بلاصه. دونك هذا يتيح لنا ان شاء الله باش نسرعوا برشا في عمليه التلقيح. اذا ان شاء الله نكملوا النهار هذا نتاع 15 اوت وان شاء الله العباد بالكدا نوصلوا انه فما برشا تسريع نمشي خلينا على الاقل ديك الغطاق الوديني نستدركوه بالكدا. اذا ننجحوا في انه 100000 تلقيح في النهار مع النهار وطني والاكثر من نهار وطني يعني في عدد اكثر نجموا حتى في شهرين كاين نجموا التوانسه الكل تقريبا يلقحوا. هو بيسوغ في فما استيماسيون عندكم شويه كي مثلا انه وقتاش التوانسه الكل بتيتر يخلطوا يلقحوا هي لازم نحكيو مع الاجهزه نتاع الزرع. اما الاوبجيكتيف تو اللي سمعت جماعه الكوميتي فاكسان يحكيوا عليه هو على الاقل 50-60% من الشعب التونسي لازم يلقح. اي خاطر مربوطين زاد بالعدد نتاع لي فاكسان اللي موجود اللي يجي. صحيح مي هو معناتها علميا اذا نحبوها توقف كومبليتمون الفيروس لازم العالم العالم كله يلقح. وفوق 90% من الناس يلقحوا حتى لي فاريون كنا نقولوا 60-70% قبل بالفاريون تاع ووهان وبالالفا. اي بالدلتا لازم يكون اكثر برشا. مي اوموا كي نحسبوا نوليو العباد اللي مرضت واللي عملت التلقيح اذا نوصلوا ما بيناتهم الزوز نكونوا عندنا 90% مناعه. تكون المناعه الجماعيه ان شاء الله موجوده. واضح. التلقيح سمعنا فايزر تلقيح الصيني اكثر من تلقيح اليوم الوطني نتاع 15 اوت 2021 هو موديرنا هكا. وي. شنو التلقيح هذايا منين بالضبط؟ شنو نجموا نعرفوا عليه؟ هو موديرنا تلقيح بالار ان مساجي كيما فايزر قبقت نفس التكنولوجي معناتها مصنوع مدينة لي زيتازيني وفرنسا. دونك هو تلقيح مدينة جوج بلدان. اي
يتصنع زاد في بلجيكا من خاطرك تعرف المعامل الوحيد يخترعوا الاخرين فما دي بوان دو فابريكاسيون اي هو غير مش اسمه فاكسان فعال بالكدا يحمي معناتها بين 85% 80% من العدوى أما يحمي بطريقة فعالة جدا فوق 95% من حالات الاختيرة والريسك نتاع الانعاش والوفاة قديش فيه جرعة واحدة هو ولا أكثر من جرعة؟ في جرعتين في جرعتين الوحيد في الدنيا طول ما في الأربعة أشهر 15 فاكسان الموجودين اللي فيه جرعة واحدة هو جنسين الباقي كل أغلبيتهم اثنين وفما واحد فيه ثلاثة مي بالنسبة للوقت الحالي مودرنا في زوج جرعات ما بينهم من بيناتهم نورمالمون ثلاثة جمعة دونك الناس اللي باش يلقحوا في اليوم الوطني لو 15 أوت عندهم موعد آخر لجرعة ثانية باش تكون موجود بيان سور مش كون بروغرامي وقت اللي هما يمشيو يلقحوا ديريكتومون باش يديهم الكونفيرماسيون اللي هما عملوا التلقيح وفي إيفاكس تكون فما البروغراماسيون من الأول باش يجيهم الموعد نتاعهم ثلاثة جمعات بعدين واضح اذا اليوم فما شكون خايف شويه لانه سمع انا فما شكون مثلا قابلته دكتوره كي قلت له اللي هو تلقيح جديد مديرنا مش تلقيح الاخرين اللي عملوه قال لي لا ما خليك يرجع تلقيح واحد اخر ما انا نخاف انا ما نحبش نعمل تلقيح جديد هذا شي نجم تقول له دكتور هو اول حاجه هو جديد من اول جيت في تونس اللي خرجت معناتها في الدنيا فايزر وموديرنا اي دايوغ يمكن حتى سبقوا سبوتنيك وسبقوا الجنسين والباقي الكل وهما عندهم التصريح البيع والشراء والاستعمال من جميع المؤسسات الصحية العالمية دو ام اس لاجونس اوروبيان دو ميديكامون سي سي امريكان في كندا في استراليا يستعملوه في عديد البلدان ما عنديش العدد قد في راسي مي هو فاكسان توا قديم شويه خاطر موجود من كازينو من عملاو الاخر العام واضح لقحوا به ملايين البشر ما فماش مضاعفات جانبيه اللي تقلق كثير اي ثم بيان سور شويه سخانه كاي فاكسان كاي دوي ثم شويه وجيعه في الدرس الزريقه نجموا يجينا شويه وجيعه في الدرس اي هذوكم لازم الواحد نهار اللي باش يعمل فاكسان يشرب الماء مليح ما يقعدش في بلاصه برشا سخونه وفيها برشا شمس يهز شابو على راسه كيف يروح للدار يشرب كيف كيف برشا ماء يقعد في بلاصه مهويه واذا طلعت له سخانه ياخذ باراسيتامول ما يلزموش يترجع ويتقلق المضاعفات الجانبيه الاختيره اكسبسيونيل اي اقل من استرازينيكا ويمكن حتى اقل من فايزر اي ما هيش حاجه اللي تقلق والا تتسبب في خطوره على الحياه ومعدها ونجم تقول على مليون شخص مش يلقح يمكن واحد يجيه مضاعفات من نوع هذيا واللي هي ما تقلقش وما تخليناش نخافوا من الفاكسان خاطر مش يحمي 95% في البشر في المية من البشر من الخطورة والاختطار نتاع المرض هذايا وكما نعرفوا احنا العبد ما ينجمش يتنفس يمشي الانعاش والماكينة الأولى الماكينة الثالثة وبعدين لطف عليه يجم يتوفى وعائلات ساعات كلهم مشاو فما عائلات اللطف معناتها ما قعد فيهم حد الله يرحمهم الله يرحمهم الكل وربي يصبر اللي قعدوا من عائلاتهم غير ما إذا عندنا حاجة وحيدة وسلاح وحيد تويكا باش يخلينا نرجع نقراو خاطر توا في اقل من 40 سنه فما العباد اللي تخدم فما العباد اللي قاعده تقرا لي زيتيديون فما العباد اللي تعمل في ماستر فما العباد اللي تعمل في فورماسيون دونك هذوك الكل اذا ما يحبوش روحهم قاعدين في الدار ويعملوا كان في القرايه اتخافير لورديناتور يمشوا يلقحوا يلزمهم يمشوا يلقحوا واضح دكتورة مشكورة على المعلومات هذه ولا كل التوضيحات بخصوص التلقيح اللي جديد في تونس ماهوش في العالم مودرنا اللي باش يكون من نصيب التوانسة اللي أكبر من 18 سنة اللي باش يمشيو نهار لحد إن شاء الله 15 أوت 2021. مشكورة الدكتورة ريم عبد المالك مختصة في الأمراض الجرثومية على المعلومات هذه عندك كلمة لنهار التلقيح نهار لحد أنا ماذا بيه لو كان العباد فما كان الناس اللي خايفة من الفاكسان ويقول لك ليه وباش يعملوا بيه ويتبعوا فينا وكل شيء يعني حكيت ما تركبش في العقل الناس تبحث عند سنين الله وعلماء تشرشي من هنا ومن غاديك ومن بعد يقول لك هذا الفاكسان باش يتجسسوا عليه يتجسسوا عليه كنت قاعد نهار كان في القهوه اش عندهم يعملوا بيك هذا دو ان دو دو ظهر لي اذا كان حتى ترى فما ريسك في الفاكسان دويت الكل فيهم راهو مضاعفات جانبيه وكل شيء اما ظهر لي كان تعيش بريسك نتاع 1% صحيح. وتنجم تعيش وخير من اللي تعيش بريسك نتاع 100% يضرك ويضر باللي داير بيك انا سمعت جمله من نسيت ما عند شكون للدكتور وتبنيتها وعجبتني التلقيح اللي موجود هو احسن تلقيح
من الاخر خير الدرشين الموجود هو احسن تلقيح وخير من الموت اللي كنا فيها قبل ما فما شيء وفما الفاكسان زاد اللي معناتها فما بلدان الاوروب سورتو ما وفقتش عليه معناتها فما كان اسبانيا وفقت عليه العباد تقول لك لا انا ما نحبش الفاكسان هذاك باش نجم نسافر وبور فاسيليتي لو فواياج راهو بالحق توا وصلنا في فاز نتاع فاكسين بعد تو نحكيو معناتها قبل كنا يدوبك عطينا الفاكسين وبركه توا لينا نتشرطوا معناتها كي ولا فما الفاكسان وفما فواياج ولا فما عباد بالحق ما خلطتش انها باش توصل تعمل فواياج معناتها واللي ذا ربي يمشي ولقحوا ووكه وهذا هو نهار لحد دونك 15 اوت 2021 هو يوم التلقيح الوطني للناس اللي اكبر من 18 سنة يكونوا في الموعد اتوينس الكل مجلس الشباب برشا يستنيو فيك مروان على التوندونس قالوا لي بالله ورينا مروان اش باش يعمل مقارنه بالاجيمي تعمل توا ولا نخرج بوب انت شنو رايك انت اللي تسيطر توا يلا نعمل لك نحبش نغدر كان توندونس مروان اي توندونس حب اسمه توندونس العجيمي حدك تعملها انت توندونس العجيمي الفيديو الاولانيه في التوندونس اللي ما حكاش عليها احمد العجيمي كيفاش الفيديو الاولى ما تحكيش عليها ليو ميسي داي 1 هاشتاج بي اس جي ميسي معناتها هذا اكثر اشتاك قاعد يدور في 19 ساعه أي. فما 6 مليون و600 فيو دي وان ميسي في باريس في باريس فما مخبر مهم طارق سامحني مروان صحيح عمل علاش ما قلتيش خاطر ما خيروش على ولد بلاد في الجعايد شوف العجيمي كل فيديو موجوده من الاول وما قالهاش مروان نحي لك 50000 من شهري يلا تو نحيت 50 فما 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 الفيديو هذه ثالثه في التوندونس اللي قلبت الدنيا معناتها اللي هي نتاع اليوتيوبر روزا التقيت ببنت خال اليوتيوبر بعد سنتين عاملة 500 ألف في 9 سوية يجي عجيمي ما يحكيش عليها موانسون دينار يلا علاش ما حكيتش عليها طارق انا ذا خلي بنت بلدي تحكي على مكياج نحكي على ذا شكون بنت بلدي ليدي وقتي حكيت عليها وقتي حكيت عليها قلتها في دونس قبيل وقت الميكرو مسكر وانا جيت حكيت معاك غلطت تكنيك من مش من علاش مسكينة فما هذه زادة اللي ما حكيش عليها شين يوتيوب ذي معروفة علي شيل انترناسيونال علاش ما حكيتش عليها انا ذي علاش خلي شين يوتيوب تونسية شنية مروين اسمها فاميلي بومز شين يوتيوب ذي اميزينج ليكويد اكسبريمنت اشتاك شورت باي فاميلي رومز هذي نحى عليها مية وحدة شبيك الانجليش فما الفيديو اللي مبعدها بنجي جام برانك ان اوفرين فور ذا درايف دخلت التوندونس الالجيري لا ما خاطر اللي يعمل فيها هنداوي حبيت نقراه لك بالهندي لا اسمع ذي ما تنحيلوش معناتها صعيبه بتبيعتها وعندك الحق العجيمي رجعني 100 الف دونك عندك موان 250 دينار الا نقولوا نحيو 15 دينار اللي طلعت ما عندكش فيديو بما انك انت عندك الروح الوطنيه وبما انك انت شعبويه تعمل فيها ما عندكش الروح الوطنيه دونك موان 500 دينار مثال اشترق ال 500 اللي باش نحيها اللي تبرع بها للعباد المرضى بكورونا الله 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 على الفازة مالا بش نحي لك 700 كيك انت برا فرد مرة بسومة كبيرة شقال مروان نكملوا الفيديو الاخر انا خاطر ابارامون تبدأ يتغشش احمد العجيم ثم محاولة انقاذ الجنين خامس ولادة قيصرية يوميات في صفحة يوميات حمدي ووفاء مليون في 8 سوايع علاش ما حكيتش عليها علاش علاش ما نحبش نحكي عليها خاطر فما ناس عندهم صغار وزوج كذوب كل نحب نحكي لهم حاجات جميله سامحني العجيمي بعد الفيديو هذا الشهر هذا مجانا احمد العجيمي معنا للاداره كان يسمع فينا هو احمد العجيمي مجانا مواصلين معكم حتى للاشياء مشيش ياخذوا اسريو الاداره مشيش هم بيعطوا بياخذوا اسريو واحد مواصلين معكم حتى للتسعه نتاع الليل راجعين بعد شويه في نوفل جينيراسيون الحناشي رجعنا معكم في نوفل جينيراسيون مسين حتى للتسعة متاع الليل ابعثونا الفيديو متاعكم على 58-550-772 على نمرو الواتساب وتعديو المواهب متاعكم معنا ثم ممكن تكونوا معنا حاضرين في البلاتو في نوفل جينيراسيون كيف تكلمونا على 31-380 اذا تحبوا تربحوا روشارج لايت من نوفل جينيراسيون معنا مرام بوزين مونغاتي ليديا العسلي هلو هلو ذي جندوبي هلو وسهلا كوبانتيني غانديامو المعاقب والذي يعمل مجانا حتى نهاية الموسم احمد العجيمي وسام زميلنا في الراديو يتمنى عيد ميلاد سعيد الفاطمة الزهرة العرفاوي اليوم تعمل عام في عمرها يتمنى لها عيد ميلاد سعيد شاء الله كل عام وهي حية بألف خير ربي يفضلها أمها هاجر وبوها علي وأخواتها مسلم ومحمد أشنع شوية في العيد ميلاد تحسوا آخر عيد ميلاد هذي باش تعيشك تحط هذي أنا أي حاجة تعملها عادة صحيحة بالنسبة لي حلوة إبداع كريتيفيتي أي حاجة تعملها خاطر هي وصلت الاكستري للاداره نتاع نحيوا له شهريته يلا مروان لا ديسكوسيون اليوم معك شكون
والله انا باش نعمل ناصر الخليفي وباش نحاول الخليفي شو اسمه هو حلو 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 خليه هيك ما نعرفش علمني يا اخي خليه خليه ناصر الخليفي ناصر الخليفي ناصر الخليفي هيك ناصر الخليفي في تونس هذاك اما في قطر الخليفي ايش يا حبيبي الخليفي يلا ناصر الخليفي باش يحكي مع واحد من رؤساء جمعيات كبيره في تونس يلا نشوفوا شنو الموضوع توتسويت لا ديسكوسيون يا مروان والله في يوم حر غير هذا ما ينفع الا الجاكوزي خليني ادخل انا بدي اغير طيارتي يعني يا طيارة الخاصة خليني ادخل على جات بريفي بون كوم والله حلوة هذه الطيارة يعني ترفعني انا وميسي لو اشتقنا يعني نعمل دورة في اي مكان يعني خليني نعمل طلع على الفيسبوك ايش فهم بعض الرسائل هون نسأل الخليفي والله جيب ميسي من الهم خليني نشوفه نبعث مساج جيوب زعما يمشي يقول لي 2000 دولار نجيوب برا بونسوار مسيو ناصر خليفي كومون تاليفو مبابي سافا نيمار تو فا بيان اون واي اي الور موا كونتون اي ميسي كونتون مبابي كونتون نيمار كونتون اي Tout le monde est content. Je pense qu'on est tous contents. Envoyé. C'est le message. Oui, Inch'Allah, dis-moi des mines. Fais le farah, khoi. Comment tu as fini le deal avec Messi? Qui fait le jib ou Messi? Quels sont les secrets? Brabi. Hey, hey. Il fait marbi normalement. C'est quoi l'astuce? Atina Brahmat Pouk, l'astuce. Envoyé. Al. Aïe, aïe c'est Nasr. C'est quoi l'astuce de ramener la deal Messi Barbi? Ya ha, ya hala, enta tetkallam arabi yani blouesh, ta'abna yani mal awwal. Assalamu alaykoum, enta tetkallam arabi? Ab'ath. Yani huwa hatifi yetkallam bil'arabi. Aha. Aïe, c'est رئيس الجمعية. Aha, waqlib. Waqlib. Ya khouya, jini bil'arabi ya rahma. Aïe. Ya hala bil'ghali sha'louma. وإن شاء الله تزورنا في روما يا ناصر كيفيه جبتو ميسي بالله رانا خويتك من تونس وتونس وقطر دولة واحدة اي انفوي اي سيماري والله حبيبي هو مركاتو زي كل المركاتوات يعني هو خرج من برشلونة إذا قلنا لوين راح يمشي هيمشي للبي اس جي يعني امبابي يحبه كتير كمان شو اسمه الواد نيمار دائما مضروب لكن يحبه كتير هو يعني هذه خساره فاتحه اشتريت اكثر حاجه ربحناها ظهر لي المراول انفوييه ايش عندنا فما يجيبه ولا فماش سوف اجيبه يعني جاوبته بهذا الطريقه خلينا ننتظر ماذا يجيب هالقوبه ترى يلا يجيب اخرى يلا يا ناصر يا غالي بالله جيب لنا جوار تونسي يكور في البي اس جي رانا خطوه يا غالي ما بيناتنيش برشا بالطياره هاي سي ناصر يلا بسرعه جوار يعني لاعب تونسي والله انا كنت يعني هجيب لمساكني لا هو كان في قطر وانا كنت راح اجيبها للبي اس جي ولكن شفت انه انفصل على زوجته قلت لا انا ما اجيب انسان منفصل يعني عن زوجته مستحيل بلوك يلا بلوك بلوك عارفها بلوك على الفيسبوك بلوك على الواتساب بلوك تليفونات بلوك انستغرام بلوك 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 موصلين معكم حتى للتسعة متعليل كلمونا على 31-380 ربح روشارج لايت معنا في نوفيل جينيراتيو أحمد لاجيني شو تحشمها تحب تسمع كموسيقى يلا ما حب نسمع شيء طرخ وما سيبني حب تسمع شيء أخر بغيت لي بخاطري أمري بغيت لي بخاطري خاطر اختار حاجة موجودة بحبك اللي دار بحبك ليه فنانة تونسية من حبك اللي دار نحبك فنان عطيني فنان مش غنية غنية مش غنية سمير الروسي ليه فنانة 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 سمير غانم ليه ليه فنانة لطيفة القفص فنانة تونسية فنانة تونسية لطيفة القفص مغنية 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 تبدا بالاسماء هكا يسر محنوش تبدا بالاسماء اسماء عثماني ها اسماء بن محمود ليه اصح اسماء عثماني اسماء بن احمد مر فريقك وراجعين معاكم بعد شوية 8:41 دقيقة آخر 20 دقيقة في نوفيل جينيراسيون حتى لتسعة متعليل معكم مريم بوزين مونغا تي مونغا سور ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي أهلا وسهلا في الجندوبي أهلا وسهلا كوبانتيني وانديامو توتسويت في 30 ثانية برا بابا أهلا العجيمي ومريم شكون طرق
بلي فما حاجه امي ديما تبعت لي حاجات غريبه وقت ليميسيون لا اي وقت ليميسيون بعثت لي اللايف نتاع الراديو شنو بعثت لي شنو شنو تقصد معناها امي بعثت لي اللايف نتاع تفرج في روحك شوف روحك زعما فما حاجه وراها اما كيفاش الطوم تاع شوف روحك ولدي شوف روحك ما قالت شيء فما زاد فاز اخرى تعرف امك كي تبعت مساج كيفاش امي كيفاش حسيتو هذا الطوم تاعو حاسه كنت تبعث لخالتي جاي لي انا تعرف تقول لها شوف ولدي يا اخي بعثت له لي انا ترى كيفاش تقنعها في 30 ثانيه اللي هي ما عادش تبعثك فيديوهات جمله في فيسبوك امبوسيبل حتى في مش في 130 ثانيه مستحيل مستحيل ثم زاد عندها فاز اخرى تعلمتها جدا في الماسنجر تفسخ المساجات روتيري علاش عندها ولد اخر مش ما قلتلكش عليه روتيري والله عندي ديسكسيون اقسم بالله هكا بالضبط انا هي الكل سوبريمي المساج صحيح صحيح سوبريمي دخلت نلقى ما جيتش نقول اسمه مستر ربي ما قلتش امي سوبري روتيري لو ميساج قلت لها علاش فسخت الميساج قالت لي خاطر نكتب في الخروف بالغلط انت مشهور عجيمي وعملت افيش توعي في الناس باش يحميوا روحهم من الكورونا ولكن الافيش هذه بلاش بافيت انت تعدى مواطن شاف الافيش وانت واقف تحته كيفاش تقنعه باش يحمي روحه رغم اللي انت ماكش لابس بافيت في معناها تحب تقول نزار السعدي فرضا انت نزار ولا اي فيك شتا بتقول خاطر دار تصويت على نزار سعد وكل حاب نقول له شو ولدي اي نزار راهو به شنو نزار راهو به وما يقصدش تصور بلاش بافيت اي اما جوست خاطر كان يلبس بافيت راه ما يعقلوهوش راهو نزار وانت ترسلك ما تلبسش بافيت به مروان مروان انا سامحني ما نشاركش في الحملات هذوما الحملات التوعويه و والحملات نتاع الاعانات والجو هذا سامحني ما نشاركش فيهم ما نعرفش اسكوذي شطرني الراي ولا انا معاك انا برجولي الحملات التوعويه اللي فاهم بعد ناخذ فلوس قال شنو باش نوعي الناس ما جاتش انا ما نمشيش انت ما تعملش خاطر على علاش في السر خير علاش ما نمشيش طارق خاطر ما نحب علاش على خاطر عيط لسحر البحري وانا ليه علاش معناها خاطر نخدموا في نفس الراديو سؤال بسيط ونتعدى اللي بعدك حبك تجاوبني وحطوا لي الكاميرا على مروان حبك تجاوبني بالوجه وانا تو نملى البلان سحر البحري قداش عنده من ابوني وانت دونك قبلت ولا اما الفايده في الطلون ليديا دايغ الكومبانيا ذي العبيد جاوبوه معناتها بتصويرة بنفس التصويرة هذي كمي حطوا بافيت معناتها على العبيد وكتبوا عليها سلوغان متاحهم عادي كان ما عقلتنيش المهم البس بافيت صلحوك هي صلحوها العبيد مش الكيب اللي عملت مش الناس الناس قولهم بافيت واحد عملكم وانتر عقلتكم منش لبس فلاح العاقل فينا انا قولوا ريت كيفاش بلاش بافيت كان تبع وتحمي روحك تلبس بافيت وتتولي كيك اي باهي قوبة انا نقولوا ريت وذاك ما يعرفش مصلحته ما تبعوش باهي 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 عجبتني كيفاش لطفتها خاطر ما كانتش هكا يا مستمعين باهي العجيمي بابا انت معلم اي وداخل بالمعارف داخل معارف علاش طارق الامثله نتاع كل فيهم فساد علاش بالمعارف لان الفساد باش تحاربوا لازمك تكشفوا اي نيتش نيتش برافو اسمع بدات راي فيك هذا كل جمعه كيما نقول طارق حني شهيده ماهوش نتاع برامج اذاعيه لكن بعد ما قلت الحكايه هذه نتاع فساد ونفشوا الفساد انا قفشتك قلبي توا وطمنت عليك عايشك يا مدرسه واصل انت معلم وداخل بالمعارف جاي متفقد حضر في السيونس نتاعك 20 تلميذ بدا بال 35 اسالهم سؤال على الماتير نتاعك ما جاوبوش قال لك انت ما تعرفش تقري كيفاش تقرا في 30 ثانيه المشكله مش منك منهم هما يلا نقول له سامحني سيد متفقد انت سالت خمسه من التلامذه من 20 غلطه منك عليه علاش تصير في خمسه كهو انا سالته خمسه شكون شكون هو فيلسوف الشك حد ما قال لي ديكارت كيفاش حبني كلمه على خاطر شكين ديجا والله طارق انا عندي حاجه عشتها مش عشتها سمعت بها اي يتصور فينا مروان ولا شيء؟ لا والله نهبط في ستوري بعد انا في بالي باش تعطي ذي الكلمه ما انا ديما حاضر لكن معناها نهبط ونتكلم فرد وقت. فما مره متفقد معلم يعرف لي المتفقد باش يجيه كيما نقولوا في الوقت الفلاني. يا اخي فما التكتيك ديما يعملوه كان تذكر كي كنا صغار المعلمين شنو يعملوا؟ التلامذه القرايين اللي يكتبوا في الكراسه نتاعهم الدروس الكل امورهم واضحه يحطهم من القدام على خاطر المتفقد ياخذ البلاصه نتاع المعلم. هكا ولا والجميع اخر القسم. حطهم التالي. العجيميات. سامحني مش في الماتيريات الكل اللي عنده عنده ماتيريات ممتاز فيها والله بالحق لا 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 بالحق لا 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 نفس الفان لا 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 المسرح هذاك بخير اما كنت في العربيه ممتاز على الاخر كنت في الانش الاولاني عندك 20 ثانيه تقنعني اللي انت باهي في العربيه احكي بالعربيه تفضل
مانيش مطالب باش نقول وانا موجود هنا كي اؤكد اذا كان يتميز قيس بالعربيه كمل لي الا ان المتفقد هذا وين قعد الا ان المتفقد هذا مش وين قعد عمل الحاجه الغير متوقعه قام وخرج معنا من البلاصه على الكرسي القدامي ومشى للتلامذة اللي في الاخر وجبد كراسه نتاع التلميذ الله الله هو يقراو خويا تاريخ وجغرافيا وهي كراسه فيها كل شيء الا تاريخ وجغرافيا مدنيه فيها مدنيه فيها كل لعبه نتاع الكروا نتاع الكراسه كل نتاع الكروا يا اخي جا حل خزر لك التلميذ المتفقد قال للمعلم قالوا فهمت علاش قلت لي المتفقد رمز سايب كلاس كامل وجاي لي انا لهنا اسمعني هذوما يعملهم بروف المعوض ديما مش بروف مسكين انا ما فهمتش علاش علاش المعلم المعوض ما يحترموش ما يقدروش الجمله خساره خساره والمشكله اللي هو معوض دونك هو ما قراش الجمله اسمع شنو الجمله بيه يعطي برشا افوار والمعوض ديما يبدا يجي يقرب قلبه رب وما يحترموش شوف له ذروه شنو الجمله اللي يقولها لك المعوض باش يقنع باش تريض شوف انا باش نقعد معاك نهارين وباش يرجع معلم نتاعي غادي وين هيج يلا معنا في التليفون اللي رابح معنا رشاشات شوفوا شكون معنا اهلا وسهلا الو عسلامة خويا عسلامة عسلامة سيدي عسلامة سيدي اهلا شكون معنا شكون معنا بعد الريح واحكي ظهر لي يكلم فينا من يوت برمو تليفون ناترو نحي الكيت كان نحب نسمعوك الو عسلامة شكون معنا احمد اهلا وسهلا لكن من تطاوين اهلا وسهلا شو تعمل في الدنيا يا احمد والله كل مره هذه مره 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 كل مره تعمل حاجه والله يا معلم اخر حاجه قبل هذه شنو عملت قبل تعمل فيها تو خدمت المرمى الله يعينك يا احمد وان شاء الله ديما الخدمه موجوده وتلقى منين تحل باب رزق لروحك مروان خويا احمد من تطاوين عندك سؤال لي يربح معنا الريتشارج لايت نقول له اين تقع بين ماذا بين بين شنو هما الولايات اللي تقع بينهم ولايه تطاوين عندك الاجابه اي صحيت هاي قل لي هاي ابو حميد بين 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 وبين بين اي وين جات تطاوين شنو الولايات اللي بيناتها بين بين اي ولايتين اي يلا ابو حميد تحب نسهل لك يظل ينقل اونترتون هو ابو حميد نسهل لك جربه تابعه انا ولايه مدنين تطاوين ولا قبلي اي نعم قال لك جربه تابعه مدنين اي ولا اي لا تابعه مدنين تابع المستير برافو دوك احمد مبروك عليك يا رشاش والله يفهم احمد ايه لانه يذولي الفكره انه الاسئله يربح بهم يذولي ماهيش ناجحه دوك مبروك عليك احمد الرشارج هذا ديال جندوبي أيوة. ايماجينش عنا يلا ايماجين كان جينا فما عدل في تونس يلا توت سويت ايماجين مع ديال جندوبية ايماجين السيتواسيون اللي باش تخيلوه اليوم باش تخيلوا لو كان جاء فما عدل في تونس رغم القوش فما الظلم الشيء الاخرى رغم القوش فما طبقيه كبيره رغم القوش الدوله تعامل مواطنين تكيل بمكيالين ومن القوش الدوله هشه ورثه وقريب تصيح ايبا من ضمن الكلمات المعروفه على الاخر اللي حكى عليها ابن خلدون يقول لك العدل اساس العمران واحنا العدل ماهوش قايم وماهوش موجود هذاك علاش العمران ككل ماهوش قايم الذات باش نحكي لكم قصه يمكن تنجم تلخص هذا الكل وتلخص برشا حاجات يقيم عليها العدل واللي هما أصحاب الحكم بما فيهم القضاة. قالك عام 1791 في فرنسا كان فما قاضي قاعد في البركون متاع داره يشوف في راجل متعدي يتعارك هو واحد وهما يتعاركوا دار واحد جبت سكينة وتغرك السيد ذاك وقتله وهرب جاءوا البوليسي في الوقت ذاك باش يهزوا السيد لقاو بحضيه مواطن آخر حب يمنعه إخي قال له اطلع أنت هو اللي قتلته هزوه ومشى للمركز وبدأوا يحقوا معاه واتهموه بجريمة معناتها بقتل السيد ذاك برا يزمان ويجي يزمان القاضي هذاك اللي شاف العملية ككل وقف في المحكمة وقدامه السيد اللي راه بعينيه مش هو القاتل وبحكم انه في القانون الفرنسي في الوقت هذاك يحكموا بالقرائن والدلائل اللي تمدهم لهم الشرطة وقت التحقيق حكم على السيد هذا بالإعدام مشيت زمان وكل شيء القاضي قعد متقلق بالموضوع هذا فخرج قدام الناس واستعرف لهم وقال لهم راني ظلمتك الراجل في العام الفلاني كي حكمت عليه بالإعدام وراني ريت شكون قتله ففي واحدة من الجلسات اللي هو يترأسها وقف قدامه محامي لابس روبة كلها بالكحل كي سألوا قالوا علاش لبس اللبسة هذية كيف نهك وشنو القصة اللي وراها قالوا لبست اللون هذية لكحل باش نذكرك بسواد أفعالك وباش انك نهار آخر تحكم بالعدل ومن هارتها جات قصة اللبسة متاع المحامين اللي نعرفوها تويكا وبعد زمان فوالا اللبسة هذي الروبة هذيك وبعدها بمدة زادوها كالوشاح الأبيض هذاك واللي فيه معتها السامبوليز معتها إيسامبوليز الحرية والأمل بالنسبة لك المتهمين اللي فما إمكانية كبيرة إنهم يمنعوا وقت التحقيق معهم
فمن بين الحاجات اللي قايم عليهم علم العقاب هو انه الردع. علاش السجن موجود؟ موجود باش ان نردعوا العباد اللي في وسط السجون باش ما تعودش العمله نتاعهم، والناس اللي تعيش البرة باش انها تعتبر منهم وما تعملش العمله هذيك. لكن لازم نعرفوا انه راهو بالحق لازم نحكموا بالعدل وليس بالمساواه، على خاطر فما فرق كبير بين العدل والمساواه، والعدل اللي هو اعمق واعرض من هكايا برشا، يقتضي في داخله انك تساوي بين الناس. كي تجي تشوف تويق ساعات تلقى برشا عباد متعدي على جنحة خفيفة تعدي برشا سنين حبس ويتخلطوا مع الحابل والنابل. يعني إنسان يدخل في جرة سيجار وساعات تلقاه تحطه مع ناس مجرمة كبار وثابت عليهم التهمة. شنو ذنبه الإنسان هذاك باش يتحط في جرة سيجارو مع عباد كيفنا هكا؟ واسأل أي إنسان يدخل الحبس هو على جنحة خفيفة يخرج بالرسمي بروفيسيونيل في العالم هذا متاع الإجرام، على خاطر خلطنا الحابل بالنابل. وهذا كل الغلطة راهو مش في وسط المساجين ولا اللي هو صحيح هما غلطين بينهم بين رواحهم وعلى العباد اللي ظلموهم، لكن زاد فيهم مظاليم وزاد فما غلطة كبيرة في المنظومة اللي تحكم من فوق. فإذا كان نحب نطور دولة راهو السجون ما هي إلا إكزومبل صغير يحيلنا على الإكزومبل الكبير على الأخر اللي هو الدولة. فإذا كان فما ظلم في وسط السجون راهو زاد فما ظلم البرة من السجون، وراهو مش مربوطة بالقضاة كهو، راهي مربوطة حتى في العائلات. راه ساعات القبو يظلم صغاره، أم تظلم رجلها، أي كان معتها ساعات صاحب يظلم صاحبته ولا اللي هو. يعني الظلم إذا كان يقوم في العالم راهو سبيله في الأخر باش يهز للحاجة الخايبة والمزمرة، راهو باش يهزنا للسواد وللظلمات. فدعوة مني لهنا لأي إنسان في جيه القرار باش أنه ياخذ ديسيزون في حق أي إنسان داير به، حاول أنك تحط في مخك العدل ثم العدل ثم العدل، واللي هو قائم عليه الميثاق متاع الدولة ككل، واللي هو أحكي عليه جون جاك روسو أنك تعدل بين الناس. هذاك هو العقد الاجتماعي اللي قائم عليه الدولة، اعدل مع المواطنين متاعك باش المواطن يرجع لك الباهي كيف ما أنت عدلت معه وعطيته الخير والبركة اللي وعدته بها. فكيف ما عنا حقوق زاد عنا واجبات، وكيف ما طلبني بواجباتي أعطيني حقوقي وأعدل معايا. إيماجين. شكرا ذي الجندوبي، هذه كانت إيماجين ختام الحصة، ولكن من نختم الحصة كما نقولوا مبروك المعد الحصة حلمي وربيع يلتحق بينا في البلاتو يقول كلمة يلا بعدنا حلمي. حلمي وربيع، حلمي وربيع نجح اليوم مبروك عليه اخويا، تعب ولقاه وتخرج تعب ولقاه وسيزي دمي سيزي دمي سيزي دمي. اما صاروا له حاجتين حلمي، انجا اخذي سوتونس نجح، اخذي سوتونس نجح سوتونس وصاحبته جات من فرنسا. الله حاجتين مع بعض مبروك اخويا حلمي. الله الله وامه قاعده تسمع معناتها خلينا في سوتونس. اهلا وسهلا حلمي طروق سفالي مرحبا بحلمي بعد غياب ونجاح فقره غرايب وعجيب. تتذكرها انت عملت غريبه وعجيبه لعائلتك ديجا. احكي لنا اليوم قد ايه سوتونس والدنيا. حلمي كي نجحت اكدت لي فما فساد في المنظومة. انا اصلا كي تخلي يعدي وقت اتاكد. مبروك حلمي يلا فرحت لك عندي السونتونس نتاعي اليوم نجحت مونسيون تري بيان. في شنو هي بالضبط الساعة؟ ديزاين دانتيريور اركتكتور دانتيريور. سي بيان سي بيان سي بيان و ميرسي بوكو للعائلة الكل. صاحبي طارق جاي الوحيد اللي جاني للسطنوس على خاطر الوحيد اللي في بالو ما جانيش، وصاحبي مروان ما جانيش ما في باليش، وصاحبي ذيا ما جانيش، وليديوشا ما جاتنيش. ليديوشا على خاطر تعيط لها ليديوشا ما جاتش. بالرسمي نشكر العباد الكل وقفت معايا. توا حلمي اسمعني عمل لي 20 ثانيه قول فيها اش تقرا واش تعدي وشكون تشكر باش كي تهبطها مع بعضها ما تقعدش تقسم بعد وطمنتي. يلا هاك الكاميرا سهلت لك موفي ميكر وحده هاي امشي موفي ميكر يا يلا حلمي يلا بسرعة. عادي صوت نص طالب متاع الدبلوم تاعي اليوم نجحت. نشكر عائلتي الكل، نشكر طارق، نشكر صحابي الكل، وسامة العبيد اللي معاي الكل، أحمد العجيمي أحمد العجيمي، ونشكر عبد يعرف روحه شكون هو. إذا تختار إذا تختار زوز نسي شكون تشكر يلا بسرعة. زوز نسي أي يلا بيان سور أمك وصاحبتي وقت يلا مبروك عليك حلمي بربيع على النجاح. يعطيكم الصحة كل الفريق مروان جوبا ذي ليديا حلمي وأحمد العجيمي. مبروك 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 عليك حتى شيء عاد بلاي حلمي راهو مثال راهو يقرأ ويخدم في إفام ومن طوال نجح في مزوز مش نجح في مزوز مبروك عليه حلمي نجاح وراهو تحية لدارهم. يعطي صحة حلمي بربيع على النجاح. هذي أنا نحب نترحم على ولادة صديقي اللي
توفيت اليوم وجدي النفزي، توفيت اليوم وتفنيها اليوم، ربي يرحمها وربي يجعلها من أهل الجنة، ربي صبره، ربي صبر أحبابها عائلتها الكل، ربي صبر وجدي، وجدي ولدها الوحيد ما عندوش برشا ناس معاه في الحياة، أمه يحبها برشا، قريبت له ياسر في الدنيا، ربي يرحمها إن شاء الله يا ربي تكون من أهل الجنة، وربي صبره صديقنا وجدي. يلا غالب الوفيات كثيرة في الفترة هذه في تونس، على ذلك لازمنا الكل نحمي رواحنا في الفترة القادمة، تلقيح نهار 15 أوت، سيسوا رواحكم الناس الكل. أنا قابلكم غدوة في نفس التوقيت من 7 إلى 9 متاع الليل، أما بعد شوية وليد زريات العب يلا، والربح كالعادة يوصل حتى ل 600 ألف. قعدوا معنا على اف ام، تقابل معكم غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء، تشاو تشاو.